شهاب البرقي. محمود شهاب البرقي، تشرفنا بك يا حاج محمود. الله يخليك. وكان لنا برضه عائله البرقي يعني كلها. الحاج خالد البرقي برضه. منورنا. سوهاج. طيب النهارده في الحاج كمال عثمان البطل الصعيدي. السوهاجي. بنحييه ونشكره. النهارده احتفاليه المولد النبوي. نشكره على تقابله للناس. وان هو بيجمع القضايا ويجمع الناس كلها مع بعض، ربنا يخليه ويطول عمره. طيب الاحتفاليه النهارده تمثلك يا حاج خالد؟ الاحتفاليه بصراحه شيء جميل وشيء رائع جدا، وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، بيمثل صوره جميله في لم شمل القبائل العربيه، وبيزيد من التعارف، وخصوصا ان المناسبه بتجمع بين اكثر من سبب، لم الشمل والاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى 6 اكتوبر، حاجات رمزية جميلة جدا. وطبعا الناس من شتى بقاع الارض ما شاء الله، وفي طابع غريب جدا انا حسيت بيه شخصيا، ان في سكينة غريبة على المكان، يعني المكان واحنا قاعدين، وكان معايا الاخ الحاج عزت، بقول له ده في سكينه غريبه. وطبعا بنشكر الحاج كمال عثمان وكل القائمين، تلاقي الاحباء على مستوى الجمهوريه، يعني حاجه جميله، يعني شيء جميل جدا. وجماعه اللي خلف الكاميرات ناس مجهود فوق الوصف بصراحه، وبنشكر حضرتك وبنشكر القنوات كلها. احتفاليه اكتوبر بقى يا حاج تفتخر من ايه بقى؟ يعني انت راجل كبير اكيد تفتخر منها. الديش المصري اقوى ديش بعد الهزيمة. الديش المصري رجع قوة مصر وعزة مصر، ونشكر ديش مصر، ونشكر الشرطة، ونشكر القضاء، جميع الهيئات القضائية. تمام، نلقاكم على خير دايما يا رب، والقبائل دايما متجمعه في الاحتفالات الجميله ديت اللي يعني بيبقى فيها صله رحم، ودي اجمل حاجه عجباني بصراحه. احنا شرفنا بوجود حضراتكم معانا، وبالمجهود اللي انتم عاملينه بصراحه، وقفتكم دي وشرفتونا. الله يخليك. نأيد الرئيس البطل المغوار. ده كمان كمان انت بتقول كلام جميل قوي. احنا احتفاليه المولد النبوي، المولد النبوي وانتصارات اكتوبر، سالين على الانتخابات، ونؤيد الرئيس البطل المغور الذي يغير على وطنه، يغير على شعبه، يغير على دولته، نؤيده ربنا يوفقه. وانا في اول مره انتخبت الرئيس من غير ما اعرفه، ورحت التحرير وايدت له التوكيل. تمام. واحنا وراء مصر، واحنا الصعيد كله وراء الرئيس، وراء الحاج كمال عثمان، وراء الناس الموجوده الصعيده كلهم، والبحاروه كلنا يد واحده. ونشكر القناه، ونشكر الحاج عزة البرقي والحاج خالد البرقي، ونشكر عائلات برقاش الحاج لطفي البرقي، والصعيد كله من اسكندريه الاسوان، كله صعيد يأيد الرئيس، كله عائلات البرعي شرقا وغربا في المحروسة. تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بشكر رجال الصعيد الجميلة، وأنا أشكركم وأشكر القناة وأشكر الحاج عثمان وأشكر الناس الموجودة، وكل سنة وأنتم طيبين. طيب يا فندم، تشرفنا بيك يا فندم، وإن شاء الله نلتقي على خير دايما يا رب. إن شاء الله.